فتحت البوابات واندفعت فئة المستورد عمره 4 سنوات فأكثر مفتوح لجميع الدرجات في شوطنا الثالث على مسافة 1600 متر. الزمام المبادرة يأتي إلى اندلاب لينك، هذا الاسم البطل الذي يحصد 15 فوزا سابقة في المركز الأول في هذه اللحظات، وفي المركز الثاني برانسيليا. في هذه اللحظات برانسيليا تحاول أن تتقدم إلى المركز الأول، وشاهد أيضا كروسيف في هذه اللحظات والتقدم من الخارج الآن رقم 4 مون بيوفي ساج في هذه اللحظات في الصدارة. ليندلبل إنك هذا الاسم المتميز الذي يقدم مستويات متميزة مع فواز الغريبان ألكسس مورينو 14 أو 15 انتصارا سابقا، اليوم يحاول أن يحصد الانتصار 16. المطاردة تأتي من كروسيف في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، من ليندلبل إنك في المركز الأول، وشاهد أيضا في المركز الثالث في هذه اللحظات المحاولات لأربعة عشر جودز سبيد في هذه اللحظة مشاهدين الكرام. المنعطف الأخير وبداية الخط المستقيم في هذه اللحظات، ليندلبل إنك يحاول التقدم، يأتي الآن من كروسيف في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. ليندلبل إنك يحافظ من الداخل الآن جودز سبيد في محاولة للتقدم، مشاهد كروسيف الآن في محاولة للتقدم، ليندلبل إنك يحافظ على الصدارة في طريقه لحصد الانتصار 16 له في سجل ليندلبل إنك. ما شاء الله تبارك الله، مستوى متميز ليندلبل إنك لإسطبل السعادة مع فواز الغريبان وألكسس مورينو، الانتصار 16 له في سجل ليندلبل.